زقزقنا لمحافظات المحافظة السوهاج ووجدناها محافظة طولية تمتد على جانبي محمية بطول 125 كيلو موزعة فيها مراكزها التجارية على جانبي النيل وبالتحديد منها ثلاثة مراكز في شرق النيل من الجنوب إلى الشمال دار السلام ثم أخين ثم ساقلتة وفي غرب النيل تمتد ثمانية مراكز أخرى ومن الجنوب إلى الشمال البنيانة ثم جرجر ثم العسيرات التي أضيفت أخيرا كمركز إداري ثم المنشاة ثم مركز مدينة سوهاج ثم المرابة ثم طحطة وجهينة وأخيرا في الشمال مركز طمرة. تلك المحافظة الطولية التي تبلغ أقصى مساحة أقصى عرض لها على جانبي النيل 25 كيلو وأقل عرض لها 5 كيلو مترات. محافظة قال عليها الأمد وكلنا كنا نصفها بأنها طارده للسكان لقلة فرص العمل بها. الآن وفي ظل المنظومة الجديدة التي تنفذها أساتذة الرئاسة لتطوير القرى والرجوع وقفول هذه المحافظة، نأمل انتهاء هذه المبادرة أن تصبح محافظة سوهاج جاذبة للسكان. تلك المحافظة التي يعاني 1/5 من تعدادها الإجمالي من مشكلة ومصيبة أمنية. وإذا زمزمنا إلى الكتلة الحيوية من أبناء سوهاج فأعني بها الذين يزيد عمرهم على 15 عاما لوجدنا أن هذه النسبة من الأمنيين ترتفع إلى 34.7% من هذه الكتلة الحيوية من أبناء المحافظة. تلك المشكلة القومية مشكلة القومية مسؤولة بالأصل عن تولد العديد من المشكلات الموجودة على أرض المحافظة ومنها وعلى رأسها مشكلة الزيادة السكانية. فيوم أن تقدمت في شهر 7 الماضي يؤبرق إلى اعتمادك رئيسة للجامعة كان في 17/7 بالتحديد تعداد سكان سوهاج 5,200,000 و17